طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نريد نتكلم عن الاعتقالات اللي صايرة في محافظة صلاح الدين. بحسب مصادر خاصة لقناة الرافدين أكدت بأن عمليات اعتقالات عشوائية تشنها ميليشيات الحشد في منطقة العيث، وشملت عشيرة العباد وعشيرة الشمر ومنطقة الصينية، وتم اعتقال عشرات المواطنين الأبرياء. من جانبه أكد الشيخ مالك النواف الحسان على حسابه في تويتر بأن مديرية أمن الحشد بقيادة أبو جعفر الدراجي قامت باعتقال عشرات المواطنين في منطقة العيث وشملت عشيرتي العبيد وشمر، وطالب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتدخل لإنقاذ حياة مواطني تلك المناطق والإفراج عنهم. كما أكد تقرير لصحيفة العربي الجديد جاء بعنوان برلمانيون وزعماء محليون يؤكدون استمرار حملة الاعتقالات العشوائية في محافظة صلاح الدين. فلليوم الثالث على التوالي تتواصل عمليات الاعتقال العشوائية في مناطق عدة في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، تنفذها ميليشيات من الحشد الشعبي ضمن ما تقول بأنه يأتي بناء على معلومات استخبارية، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف رتلا لفصائل الحشد يوم الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل 10 من العناصر وجرح 11 آخرين في بلدة العيث شرقي تكريت وتبناه تنظيم داعش. ووجه نواف في البرلمان انتقادات حادة لحكومة الكاظمي بسبب عودة عمليات الاعتقال العشوائية التي طالت المئات من تلك المناطق واستهدفت فلاحين وقرويين ونازحين عادوا أخيرا إلى مناطق سكناهم من دون طبعا مذكرات اعتقال أو أوامر قضائية. عضو البرلمان أحمد الجبوري قال معلقا على حملات الاعتقال الجارية في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال بأن اعتقال المئات من المدنيين الأبرياء في شرق صلاح الدين على خلفية استشهاد مجموعة من مقاتلي الحشد تعيد إلى أذهاننا فترة ما قبل سيطرة داعش على الموصل، عندما كان اعتقال الأبرياء واتهامهم بالإرهاب أمرا طبيعيا تسكت عنه الحكومة، وعلى الكاظمي أن يمنع هذه الاعتقالات ويقوم بإطلاق سراح الأبرياء. ذكر الزعيم القبلي في محافظة صلاح الدين الشيخ أحمد الجبارة بأن قوات خاصة تابعة للحشد الشعبي ما زالت تنفذ حملات اعتقال عشوائية ضد المواطنين في مناطق البوسعيد والعيث والحسان، وتم خلال هذه الحملة اعتقال العشرات في تلك المناطق، وبين بأن الاعتقالات تتم دون إصدار أوامر قضائية صادرة من جهات قضائية مختصة، كما لغاية الآن لا نعرف مصير المعتقلين أو المكان الذي يتواجدون فيه حاليا أو حتى التهم التي على أساسها تم اعتقالهم. وأضاف بأن حملة الاعتقالات تتم من خلال مداهمة المنازل في مناطق البوسعيد والعيث والحسان، والمنزل الذي يداهم ولا يتم اعتقال أحد منه يتم التجاوز عليهم من خلال السب والشتم والتعامل السيء. معنا اتصال محمود من الموصل، تفضل أخي محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. هذا البارحة واحد يقول الحشد هم تسووا، هم خلوا ابنك مال أبوها رحت لشاهد المخيم، خلوا السيارة ما أخذوها، بس القلانة اللي أموها باعوها البغداد إذا ما تروش نفرد 40-50 طن. هذا البارحة يقول لي، أنا يقول الميليشيات والحشد سوى درب، أسرقوا أمانا باقونا، حطوا الشباب عمره 10 سنين جوا الدبابة وجوا سعيان كل الدنيا تندل. الطيارة نزلت نزلت ذكرونا سنة 2012 على 13 نعم نزلها نور الملكي من إيران من مطار سري تتبع القريد منطقة البحاد. هذول هذه أكو نار ذات ورث
واحد يشعلها تقب الدنيا. احنا عبرت علينا نار من سوريا، عبر ما حط طفاها خربت العراق وسوريا. هاي وحدة. اثنين نور المالكي استضيع خمس دول. اول ارهابي ملك السل علي السليماني والمهندس. اول ارهابي بالعالم ومفخخ بالعالم هذا راس الحرب الوهيرة. هذا اللي شوفوا شلون خاطري تجلص. العب من الله لا يكون ان شاء الله بخير. مقدم اسماعيل ومن قام يقاتل هنا ومن الطيارة جثته ورددوها. هذا الطيارة اللي رمت المجمع سري بمطار سري اقرب عاجل اربع سنجار. تذكرونا لما ذكروا المرقط اللي رمت 25 طن من الاسلحة عشان يقودها قريب نور المالكي وسلمها من قادي وسقط الموصل به هذا الطاقط ابن الصاقط حتى خرب خمس دول سوريا والعراق تبى تسوي ايران هذه الفرس النكتة والعد واليمن ولبنان وفلسطين وراح يرجع الكويت ويرجع السعوديه من دواطيز امريكا. ايه هذا اذا اكو حساب عجو اخذت تسد الطياره بكل سوريا وبالعراق دندلو. هذا رئيس حزب دعوه هذا من يدلو اذا خذ اكو ذكايا وسياسيين. هذا دمر اربع خمس دول هسه مستمر هاي خارطه الطريق. زين محمود اليوم نعم. اذا تسمعني اليوم صار لهم ثلاثة أيام اعتقالات عشوائية في محافظة صلاح الدين. يعني إحنا لو افترضنا جدلاً بأنه هذه المناطق مثل ما هم يقولون بحسب تصريحات الصراحة نجي عليها بالحشد يقولون إحنا انطلقنا واعتقلنا هؤلاء الأشخاص لأن جتنا معلومات استخباراتية بأنهم ذولا دواعش. زين صار لهم سنين بهذه المناطق هسه يلا تفطنوا يسوون هذه الاعتقالات بعد تعرض الحشد قبل ثلاث أربعة أيام بالدور للهجوم من تنظيم داعش وبعد تفجير بغداد هسه تفطنوا حتى يقومون بهذه الاعتقالات إذا هم مثل ما يقولون إنه المناطق بها داعش. زين ليش ما اعتقلوهم قبل اليوم العام اول العام بوقت حروريته المتار ويحطون البشر جوا الدبابه يحطون على طريق الجزيره بسلعه نجحت يخلون الدبابه تركمون فوقه. هذه كل ترتيبات شلون فوتوا ذول المرضى او السجناء وفخخوهم. هذا نور المالكي اكبر مفخخ بالعالم للسبعينات تدرس عن تفخخ مع الفرس. هذول يزرعون السجر اهل الحشيشه اللي يقولون العرج والبيره ما ممنوعه وعندهم خلون البشر يدخ ويشتل هذه ماده وخالي عندهم بسيطه. هذول وين كانوا ضامنهم؟ وين كانوا ضامنهم ذولا؟ هذول ربعهم هذول ربعهم ذولا جماعه صلاح الدين وعزه وسامره هذول عملت قاموا يطالبون نعم بحق صد يطالبون بحق صد بس المعانا الله وش نسوي؟ نبكي على الله بس. ايه هذه محمود من الموصل كان معنا. طبعا اعتبر مراقبون ومهتمون بالشأن العراقي وسكان من أهالي محافظة صلاح الدين بأن عمليات الاعتقال غير قانونية وأكدوا بأنها تترافق مع انتهاكات واسعة ضد السكان من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. في رد على سؤال لمراسل العربي الجديد حول الاعتقالات قال القيادة في الحشد الشعبي علي الحسين بأن الدواعش يروجون لشائعات لا صحة لها وأضاف بأن الحشد الشعبي والقوات الأمنية لديها أجهزة استخباراتية. وأنا هاي الأجهزة ليش ما لزمت دول اللي فجروا نفسهم ببغداد؟ يقول تملك معلومات عن وجود خلايا داعش في بعض مناطق صلاح الدين ولهذا هناك عمليات أمنية لغرض التفتيش والبحث عن المطلوبين تجريها قوات مشتركة من الحشد والقوات الأمنية الأخرى. طبعا بالمناسبة هالمناطق كان أهلها نازحين ورجعوا يعني بعد التدقيق الأمني رجعوا. أضاف لهذا لا توجد أي حملات اعتقال عشوائية ومن يروج يعني حتى الواقع والحقيقة كذبوها. يقول من يروج لذلك لا يريد استمرار العمليات الأمنية ضد خلايا داعش في صلاح الدين والمدن العراقية الأخرى وفقا لقوله. طبعا شوف أنتوا بدل ما تطيرون طيارات على السعودية هاي الطيارات المسيرة خلوها هاي الطيارات تفتر بالمناطق صلاح الدين وغير صلاح الدين وتسوي مسح جوي. يعني صار لكم أكثر من خمس سنين هم كان
حفظت المنطقة شبر شبر. ما معقولة يعني أنت وراء وقوع الحادثة تبل الناس الأبرياء وتقوم تعتقلهم. أنت إذا عندك جهد استخباراتي أنت تلقي القبض على القتلة وعلى الإرهابيين قبل وقوع الحادث، مو بعد وقوع الحادث تروح تطلع عضلاتك على الناس الأبرياء. معنا اتصال أبو سيف من الأنبار، تفضل أبو سيف. أستاذ الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذ أنا رئيس الوزراء الله يحفظه، أنا أجل البرلمان، أنا أجل حقوق الإنسان، ولكن كل واحد شريف وخير. ولدي راح برا الزاد صار من 5 سنين من 2016 وماكو علم خبر أبدا أستاذي، ورحمة الله والديك الله يخليك. بس أحد يستعين بيهم يا أخي الله عزيز، ولدي راح صار من 5 سنين ورحمة الله والديك الله يخليك. نعم زين. أبو سيف ما عرفت مكانهم وين؟ لا بالرزادة واية. نعم اي والله رحمة الله والديك. بس اهل الغيرة اهل الولد الحلال يتعين بديهم وراحت من البلد بيهم، يقول له تعال اقف على سايتهم، تعال اريد فدية بدالهم، ما ندري. نعم. كم ولد راحوا لك بال اثنين استاذ اثنين. نعم. من الانبار اثنين ولدي. نعم الله يخليك رحم الله والديك. والديك الله يفرج عن كل بريء. معنا الله اتصال. نعم. الله يبارك. الله يسلمك. الله يسلمك ويخليك. الله يبارك فيك. مصطفى معنا. مصطفى من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. نحيي اهلا بحضرتك، نحيي حضرتك ونحيي شعبنا العراقي البطل. حياك الله يا اهلا بك. ونحيي العلماء والأساتذة والمناضلين وكل من يدعم تحرير الوطن. وندين ونستنكر هذا العمل البربري الهمجي من قبل عصابة ما يسمى الأحزاب، تفجير في وسط المدنيين الأبرياء بدون وجه حق. نعم. يعني يا سيدي هذا الاعتقال والقتل والتفجير المزدوج والإجرام ده كلته اللي عمله عصابة ما يسمى الأحزاب، عملية غطاء عشان نحزلة ما يسمى الانتخابات، بيخوفوا الناس ويشتتوا الثوره ويدمروا الوطن بتفجيراتهم. ويقول لك عصابه تنظيم الدوله، عصابه تنظيم الدوله تعتقلوا الابرياء، يقتلوا ملايين الابرياء، تنهبوا المدن، تسرقوا محولات الكهرباء وتودوها لايران، تعيشوا تبع تحت وصايه الفقيه ولي الذليل الخبيث في ايران المجرم عدو الاسلام والمسلمين والعرب. فانا عقله فاني منطق يا سيدي. اللي بيحصل في العراق ما انتهى يا سيدي، إبادة لكل عربي، ومخطط التطهير العرقي الجبراني الأمريكي الصهيوني الفريسي الصهيوني الغرب. فيا سيدي ده مخطط تطهير عرقي لقتل العرب بجميع أديانهم. فيجب على أخواتنا العرب في جميع المحافظات العراقية، نطالب حضراتكم بالاستفاقة. إحنا لا عندنا مناصب ولا عندنا فلوس ولا عايزين حاجة من الدنيا، بس يا أخواتنا أوطاننا تم استعمارها، لازم نطرد المجرمين الفرس ونطردوهم ونحرروا أوطاننا. التفوا حوالين الثورة، الثورة أمانة في إيديكم، الأمة كلها أرواحها أمانة في إيديكم. عاش العراق وعاش الأمة العربية وعاش النضال العربي العراقي البطل. وأنا أشكر سيادتك. مصطفى من مصر كان معنا. أم وسام من الطارمية، تفضلي أم وسام. عليكم. شلونك استاذ عمر؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ يا هلا بيك، الله يسلمك. اقول لك الله يسلمك يا فهد ويعطيك العافيه. اقول لك صار استاذ عمر. نعم. يعني من ده يقول اعدم 350 واحد، هذا ما فكر بالشباب؟ الشباب شعليهم هاي الشغله، هم بالسجن لا حول ولا قوه. يعني هم طلعوا من السجن وفجروا، تتوقع هيك شيء؟ نعم. يعني حرام عليه هذا من اللي يسوي استاذ برهم صالح، ليش هيك سواها؟ اتفق ويا من وسوى المطيم هذا؟ 350 واحد يريد يعدم، ليش؟ ماكلين شاربين دوري، هم لا حول ولا قوه. ثانيا الارهابيه وينهم هم؟ كلهم يما باربيل، كلهم باربيل وسليمانيه، هو ما يفكر بيهم زين؟ ما يفكر؟ ليش هيك يسوون دول؟ هاي حكومتنا ليش تسوي؟ يعني ما حد يحكي وياهم، الدول ما تحكي وياهم، امريكا ما تحكي وياهم. يعني ظل يكتب بينا شنو ذنبهم شبابنا؟ شنو ذنبهم؟ ما يقدر يحلها. يعني قمر الراس راح على المساجين، حكمتهم اعدام 350 واحد اعدمهم. ليش؟ الله ما يخافه؟ ما عنده وليد؟ يعني ما يعرفهم ابرياء؟ والله بالسجون كل ابرياء. كل الأبرياء بالسجون. يعني شنو ذنبهم؟ ذنب شو هيسوون هسه؟ أمهاتهم شو هيسوي؟
صار سنة ما شايف فين ولدنا، سنة كاملة صار ما شايف فيهم. قال هذا الحالة شو نسوي احنا هسه؟ ها استاذ عمر ما تجاوبني بيها؟ الله يعينكم. زين شو نسوي احنا هسه؟ ما تحاشوا، ماكو دول تتدخل، ماكو احد يتدخل، شنو صدق عليهم الحكم الاعدام؟ الله وين يروح منا هذا؟ وين يروح منا؟ يا علي يجي ياخذ بينا شوط، يا علي يجي ياخذ بينا شوط، اذا انا الكاظم يعود بنا راح ينقذنا هذا. اشوف نفس الشيء، انهم اتلقوا ايدي بايدي راح يحكمون ولدنا بالاعدام. المن ويا ما تحكي قول لي يلا ويا من، المن حط تحط عينه بعين رب العالمين وبس. ماكو غيره. ونقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. والله ينتقم من كل ظالم ان شاء الله. وهم منهم وبهم فجروا كفيلك الله. منهم وبهم التفجيره. مو بعيد هذا الفجر، من عندهم كان شكله ايراني مأصل. ناصرين صورته ايراني مأصل. يعني احنا نعرف العراقيين شكلهم، احنا كليتنا اهل، كليتنا ايد وحده. كان على السنه وكان على الشيعه كليتنا اهل احنا. ليش يسوون تفرقه بيناتنا هالشكل؟ يعني شو نسوي بهالحاله؟ شو نسوي؟ نبقى ساكتين حاطين ايدنا على خدمه؟ ما يحلوها ويانا ما يحلوها كاسه عادينه؟ عندك ابن محكوم ام وسام؟ اي والله محكوم بالاعدام خاله. صار له شقد؟ صار له 3 سنوات بالناصر هي. ها؟ صار له شقد من محكوم؟ صار له تقريبا سنه ونص من الحكم. وش وقت تم اعتقاله من سجن؟ صار له 3 سنين و4 اشهر. نعم. زين شنو ذنبه هذا؟ شنو ذنبه طفل؟ 96 مواليده، عاش يتيم. يتيم صغير ولي من مات ابوه، عمره شهرين من مات. شنو ذنبه هذا؟ شاف بحياته. ليش يعني ليش تسوون هيك بينا؟ مو حرام علي هذا استاذ برهم صالح يعني الله ما يخافه، ما يخلي الله بين عيونه، الارهابيه يابا كلهم يمه. ودعتك خاله استاذ عمر، ابني كتلاب الطارميه. كتلاب الطارميه وطلعوا اعترافات على الشاشه وكلهم باربيل. كلهم نزلت الاربيل، على الدفاتر عندهم طلعت ولده وخمتهم الاربيل. احنا قبل ما عندنا ما نقدر نطلع. هذا عندي 5 دفاتر، 5 شدات. مين اجيب 5 شدات ثاني؟ هو راتب تقاعد مال الشهيد. هو عائله براسي كوما براسي. مين اجيب انا بهالحاله هاي؟ لو عندي 5 شدات ايش فايت؟ يطلع ابني يطلع غيره يطلع غيره. بس لا حول ولا قوه احنا. شنو ذنبهم دول الشباب؟ ليش انت ما يفكر؟ منكم عليه الدول تحكي وياه؟ امريكا عمي امريكا كانت ورده، والله كانت لازمتنا امريكا. صراحه كانوا لازميهم. اللي عندهم احد ولا يقتل احد، بس طلعت امريكا عندهم 21 واحد. هي سبب هي سبب البلاء. هي سبب البلاء امريكا اللي بيصير بالعراق. والله خاله مو امريكا، والله ايران، ايران. نعم. ايران طبعا هي اللي فتحت المجال لايران، نعم. هي اللي سلمت العراق لايران. تحفر تحفر وطلعوا هسه طلعوا ترامي من الحكم ماله، نعم. شفت؟ يعني طلعوا الرادو سووه. ما يخافون لا ذمه ولا ضمير، حسبي الله ونعم الوكيل. على كل ظالم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل. الطريق بعدهم يفكرون بولدنا، شنو ذنبهم ولدنا؟ شنو ذنبهم؟ يعني انا صار لي تقريبا 4 ايام والله دماغي انشل من التفكير. دماغي انشل، ابني صار سنه شايفته. شنو ذنب الشباب؟ الله يفرج عن 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 الابرياء، الله يفرج عن الابرياء. ام وسام من الطرميه كانت معنا، ابو عبد الله من الفلوجه، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اخوي ابو عمر، بخصوص المختطفين مال الصقلاويه. نعم. يقول لا لا ناقة ولا جمل، ولا يعربون بالإرهاب، ولا فيهم واحد إرهابي كفيلة الله. نعم. يقول خطيئة المساكين المحصورين بالدرمة وبالفلوجة وبالصقلاوية، وأصلاً من صار الهجوم على الفلوجة طبقة ما صارت، الدواعي طلعوا قبل 3 أيام 4 أيام، ماكو داعش يبقى بالفلوجة حتى يجون الجماعة يأخذونه. أنا الحشويات عندي أربعة راحوا ويا الصقلاوية، لا هم دواعش لا هم إرهابيين، ناس طبقة فلاحية، أصحاب حلال، أصحاب بقر، أصحاب جياعين. يعني شو ذنب الأمهات؟ شو ذنب الأطفال؟ يعني دمرنا دمار. أما شغلة داعش، يا عمي داعش أمريكية إيرانية ترضى على جيش إسرائيل. بهجوم الفلوجة ما دخل الجيش ولا دخلت القطعات إلا نزلوا الأمريكان بحي جولان، شالوا القادة مالتهم وراحوا الله وياهم. نعم. لعبة إيرانية أمريكية إسرائيلية وقعنا بيها إحنا، قالت السنة وحكت السنة.
يعني شنو الابتلاء هذا؟ الله 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 يعني نعوف العراق، نعوف الديره، ما يصير هالشكل. حكومتي شايش اتحداهم عندهم معلومات استخباريه على داعش يجيبون يصفون بالسجون، الله ما يقبلها. وين استخباراتهم؟ وين امنهم؟ الدواعش معروفين معروفين، واحد واحد هذولاك يتجولون. الدواعش شايلين هويات مال حكوميه ويفترون بالثلوج وبالرمادي زين، وما حد يرش وياهم. ولد الخايبه نايمين بالسجون يساومون عليهم. يعني ما يصير الشكل على حكومتي ايش؟ بلدي ايش؟ يعني هذا اصلا خزي نقول احنا عراقيين، وخزي نقول عندنا حكومه. ملينا يا اخي، مصيبة. والله ملينا، والله ملينا، اقسم بالله ملينا. قامت الناس تترحم على داعش، قامت الناس تترحم على حسين، ما سوى الشكل، ما سوى شيء نكبات في العراق. العالم تقولتها النسوان داحت، معته، ولهم شهداء حتى يطلعوا لهم معاملات، يقولوا اعدمناهم. حتى يصير شنو؟ ما يصير. حكومة عتاقة كان يبيعون فراغ. نعم. صار ورا الميز يشربون على العالم، ولا شهادة عندهم. كلهم عتاقة. ما يصير هذا الحكي. أقسم بالله عمي بعد عيني إسرائيل، بعد عيني اليهود. والله منيش حكومة والله. وأشكرك أبو عبد الله. أنا أشكرك، أشكرك أبو عبد الله من الفلوجة. كان معنا معنا اتصال أم محمد من الموصل. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. سيد عزيز، أحب أوصل خلال قناتكم اللي تساعد الناس هواية وتوصل أرضهم على شغلتين. تفضلي. أول شغلة، أنا زوجي انحكم إعدام. نعم. وهو ما مطلوب تشابه أسماء. فقدوا اسم الحاسبة العامة وما طلع مطلوب. حكم القاضي أكرم خلف حسين حسبي الله ونعم الوكيل بالإسلام. مع العلم قدموا هواي أدلة على براءته وما أخذ بيها. هو وعنده مساعدين عبد الله محمود وعمار خشان. لا رحم الشر ولا رحم يا آني اليتيمة ولا رحم بأطفالي اللي بعدهم حد الآن لخمس شهور ما مخلصينها. لا شافوا أبوهم وفرحوا فرحة بيه، ولا هو شبع منهم وفرح بيهم. حكم قبل إعدام بدون ما يباوع الحالة ولا يعطب بيه رأسه. يعني هذا القاضي شنو من بشر؟ معقولة أنا عنده ضمير؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليه. أنا كنت أسجدها بصلاتي أقول إن شاء الله يبتلي سرطان بأولاده ويحرق قلبي عليهم مثل ما حرق قلبي على عزيز قلبي. وبالنسبة للسجن الفيصلية اللي بالموصل، أختي هذا القاضي بالموصل ولا بغداد؟ أختي أم محمد بالموصل، بالموصل، بالموصل. هو السجن. نعم. بالنسبة للسجن الفيصلي شو وقت اعتقلوا زوجك؟ اعتقلوه بشهر العاشر، أنا أحكمه بشهر الواحد قبل حكمة. يعني بيا سنة 2021 حكم، لسه مو طال له هواية. ايش قد صار له؟ ايش قد من تم اعتقاله؟ اعتقلوه بشهر العاشر 2020 وحكموه 21 شهر الواحد. شنو التهمة؟ اسماء. والله يا اخوي تشاب اسماء. اي يعني التهمة ارهاب؟ اي اربع ارهاب. وقال له هو دافع عن نفسه قدام القاضي، قال له أقسمت بالقرآن أني ما إلي صلة بالدواعش ولا عندي أي سالفة يعني مزينة ولا دخل بالإرهاب. وهواية أدلة براهين جبتها للقاضي تبري زوجي ما أخذ بيها. نعم. أختي أم محمد، وبالنسبة ماشي. نعم. بس أريد أسألك أم محمد، اعتقلوا نعم. زوجك بشهر 10 2020، يعني خلينا نقول صار له 3 أشهر. تمام. أي بالثلاث أشهر حكم القاضي إعدام، 4 إرهاب. تمام. أنتوا كنتوا بالموصل أيام المعركة لو كنتوا خارج الموصل؟ وين كنتوا أم محمد؟ كنتوا داخل الموصل لو خارج الموصل؟ خارج الموصل. هو اعتقاله، هو تم اعتقاله من بغداد ورجعوه للموصل مطار بغداد.
لزموه بالكتل ما رحموا أبد. بشهر عشرة سجن الفيصلية بغداد. شهر عشرة بغداد. بغداد نعم. ما رحموا أبد ما رحموا بالمطار بغداد ما رحموا بالكتل. حاولوا للفيصلية بالفيصلية همينة يومين هو على التوالي سبت وأحد ما خلوا وسيلة ما اللي ما استخدموها وياه. قول أني هيتي قول أني هيتي وهو مريض ما تحمل. قال لهم ها هي وقفوا التعذيب عني أنا أدري ما أحكيكم أحكيكم. ومن صعد القاضي قسم له القرآن قال له أنا من التعذيب هيتي حكيت وهيتي وهيتي لأن أنا مريض أنا عندي خلل كبدي وما تحملت التعذيب أبد ما أخذته هيتي يعني رحمة بقلبه هالقد ذرة ما حتى والله يعني أنا هالقد ما مقروف قلبي ما أعرف شلون أوصل مناسباته وايد قدامي كل يوم يخبروني يقولوا لي روح طبعي وجبده مفصله واروح واطبع واصرف عليها وارد ادزها وادزلهم اقول لهم زوجي دا يتعذب زوجي اتدمر من التعذيب كل هذا ولا اخذوا بها ولا واحد سمعني ولا واحد قال لي تسالي هيك قضيته هيك قضيته راح نساعده ابد الى ان صعدوا هيك بريء عمرك اعدام ليش يعني انت يا قاضي اكرم الله لا يوفقك ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل عليك ان شاء الله سرطان باولادك يحرق قلبك عليهم وكل سجان ادعي عليك كل صلاه كل لحظه ادعي عليك وبالنسبه لسجن الفيصليه هذا مو سجن هذا مزرعه مزرعه هيك يلزمون الشباب ينتقمون من عندهم انتقام كافر. نعم زين اختي ما سويت يعني استئناف وكلتوا محامي هو كثير محامي حاليا الاستئناف ماشي بس يعني هو هذا القاضي يعني شنو انت من بشر اني تعليق هسه على القاضي انت من يوقف قدامك شاب يقسم لك بالقران يقول لك بالقران اني بريء ما تطلع علم ان ولدك ما عنده ولد ينكسر قلبه عليهم ما يقول هذا حاله حال ابني خطيه ده يقسم بالقران يعني والله العظيم قمنا نتمنى انه احنا نصير يهود ولا نصير من الموصل ليش كل واحد يروح واحد من الموصل قبل داعش من حكم علي القاضي 4 ارهاب التهمه ايش وقت وقعت يعني الجريمه اللي ارتكبها بياسنه واستند عليها القاضي بالمناسبه اخوي تفاصيل قضيه يقبلون ينطونا اي كلمه عنه عرفنا انه هو انشال كاف تشابه اسماء نعم شلون لزقوها بي شلون حكموا احداث شلون مشوا اجراءاتها بهيك السرعه هاي كلها انا مدى وانت يا الكاظمي مؤقت شفتك الاف المرات عبد الغني الاسدي انا كم مره انا شفتك انت تقول انا بخدمه الشعب لا انا منين انا مو من الشعب انا مو عراقي يا زوجي مو عراقي من انه اليهود هم يرحموهم من يشوفون واحد يهودي قمنا نتمنى انه احنا نكون يهود ولا نكون مصابين لا 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 كل ما يشوفون واحد من الموصل قبل قالوا عليه داعش الانسان داعش. الانسان بشكل عام والمسلم بشكل خاص مبتلى يعني الله يعينك والله يفرج عن 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 جميع الابرياء والله مصيبه يا اختي والتساؤل اللي يطرح التساؤل اللي يطرح يعني معقوله الموصل صار لها تقريبا 4 سنوات من رجعت بايد الحكومه هسه اللي تفطنوا والقوا القبض على على زوجك وتي تفضلتي وقلتي بسبب تشابه الاسماء طبعا موضوع تشابه الاسماء بالعراق موضوع باعتراف مسؤولين في الحكومات المتعاقبه وبرلمانيين اودى بحياه ناس بل الطامه الكبرى بانه بعض القضاة وبعض المحامين يستخدمون هذا الموضوع تشابه الأسماء لإخراج المجرم وإدخال البريء ويتم إعدامه أو الحكم عليه مؤبد أو 15 سنة والجماعة جماعة الأحزاب الإسلامية كل عقلهم يعني يظنون أنهم راح ينجحون أو يقدرون يقودون بلد بس نقول إنا لله وإنا إليه راجعون معنا أم عمر من بغداد تفضل أم عمر تسمعيني وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي شلونك يا اخي شلونك يا اخي العزيز من وياي ام عمر لو ابو عمر ابو عمر يا ابو عمر تفضل ابو عمر ابو عمر انا
ابني معتقل من 2027 داعش اعتقلوه، جاء مخبر سري واخذوه بزمن المالكي. نعم. يعني اخذوه من البيت، والله اخذوه من البيت وتمام، لانه هو ارهاب وهو يشتغل عمال اصلا، لا لا يشغله بالارهاب ولا هاي. هاي ببغداد. 27 داعش اخذوه. في بغداد. في بغداد نعم. نعم. زمن المالك اخذوه. وحكموا عليه بالاعدام، اصلا واحده جت شهدت عليه ولبسوا بدله حمراء، قالت هو هذا. هو حتى ابني قال لي. ابو عمر اذا تعيد لي سنه الاعتقال وش قد كان عمر ابنك؟ عمره 30 سنه يعني؟ نعم. صار 11 سنه، صار 11 سنه. صار له 11 سنه. هاي خاف من ايام قمه بغداد. يمكن هي يعني من قمة بغداد ما اكون، يمكن هي 11 سنه صار له. نعم. اي والله. وهم ما اكون هذا مخبر سري واخذوا راح اسودوا المطار وجابوا واحده، ما اكون جابوا واحده ما نعرفها، والله ما نعرفها يعني، ولبسوها بدله حمراء هو قال لي، وجدتي قالت هو هذا احسن يعني، احنا لا نعرفهم ولا يعرفونه والله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. العجب العجاب. بدل حمرة البسوة، بدل حمرة، وحتى يقول شادين عيوني، شلون عرفتني؟ يقول شادين عيوني، قرأت جت علي قعدت هذا، وإذا لاك بدل صفر لابسين. ما سويت استئناف على القضية؟ سويت استئناف ماكو لحد الآن، ما طلع استئناف لحد الآن. الله يعينكم. مخلين والله خلينا محامي وهذا، شوف كل شيء ما سووا محامي. الله يعينكم، الله يفرج عن الأبرياء. ابو عمر البغداد كان قلنا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. نعم. معنا اتصال ام غايب من الرمادي، تفضل يا ام غايب. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك. اخويا ام غايب صار له 7 سنوات استاذ، من 2015 طالب كليه ماجستير، قبل الساعه 12 علي من البيت اخذوه من منطقه البعلوان. نعم، من اللي اخذه؟ سياره الفادور، سياره الفادور. نعم. ما صار له 7 سنوات لحد الآن ما أعرف وين مصيره يا عيني. أختي منو اللي أخذه؟ يعني أسمعش منو اللي أخذه؟ سيارة الفادور جم من السنين أخذه، هو حتى طالب كلية ماجستير يا عيني. نعم. ما دقيتوا حاسبة، راجعتوا للسجون، سألتوا شرطة جيش؟ ومغايب تسمعيني؟ انقطع اتصال. معنا ابو محمد من الموصل، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر شلونكم؟ يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك. اخي المغيبين من كافه المحافظات، يعني المغيبين من نينوى، من صلاح الدين. نعم. من الانبار، يعني كثير ناس ما يعرفون اولادهم وين. نعم. يعني ما حد، ماكو لا نائب طالب بس وقت الانتخابات، لاكو مسؤول طالب، يعني هذول نعم. كلهم راح يتحاسبون، يتحاسبون امام الله. نعم. يعني ما عندهم امهات، ما عندهم خوات. نعم. اسمعني يعني من التليفون ابو محمد، اترك التلفزيون نصي للاخير. نعم. نصيت. تفضل. ايه فاحنا نطالب، يعني نطالب، يعني انتم ماكو بس القناه ماكم الوحيده هي دعا الطالب هاي بالمعتقلين. نعم. بالمظلومين. هذا يعني منبركم وهذا صوتكم. احنا نطلب من هيئه علماء المسلمين، نطلب من الاشراف، نطلب من كاب، يعني مو بس انا يعني كل الدنيا طالب، بس ما حد يدري ايش يسوي حاليا، يدخل 4 ارهاب، ما حد يدري. نعم. يعني تدري انت اسف عليك شيء ماكو، هذا هو تحكي تروح. الله يعينكم. يعني ما حد يقدر يحكي، ما ظلت. نطلب من الله ان يفرج عن كل مظلوم. امين يا رب. وبارك الله فيكم على دينكم هذه. الله يسلمك ويخليك. جزاكم الله خير. وجزاك. ابو محمد من موصل كان معنا، الله يبارك فيك. ابو محمد من السماوة، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك.
الله يخليك. الله يسلمك. استاذ عمر، بالنسبه للهجمات اللي صارت عندنا بصلاح الدين، محافظه صلاح الدين، على ما يسمى بالحشد الشعبي، المفروض الكاظمي انه ما يطلق هاي العمليه اللي هي عمليه الثأر، سماها عمليه الثأر. انت تثأر منين يعني؟ من ابناء الشعب العراقي؟ اذا انت تقول داعش هجم على فصائل الحشد الشعبي في هذه المناطق، عملية الثأر منين تثأر يعني؟ انت تروح يعني هيك على الشبهة مثلا تعتقل ناس ابرياء او تاخذهم للسجون وتتهمهم وتوجه لهم تهم، وبعدين ينحكمون وفق مادة مفتعلة ومصطنعة من قبل الأحزاب اللي هي مادة 4 إرهاب، وبعدين ينعدمون. طيب جهدك الاستخباري وين كان؟ يعني هذا الجهد الاستخباري يعرف يعني بعد وقوع الحادثة يعتقل الناس، غير المفروض هو يعتقل عناصر منتمين لداعش قبل وقوع الهجمات؟ واجب القوات الأمنية شنو هو؟ هو غير منع الضرر قبل حدوثه؟ ليش أنت لما يصير زين أنت تتحين الفرص، أنت تريد الضرر يصير وحتى تفتعل هذا وتوظف لصالحك بعدين وتنفذ مآربك وحقدك تجاه أبناء الشعب في هذه المناطق؟ إذن العملية مقصودة. يعني الكاظمي ما يختلف عن سلفه والناس اللي هم كانوا يحملون نفس النفس الطائفي، ابدا ما يختلف، ويدعي نفسه انه هو ابو العراقيين كلهم وهو قلبه على الفقراء وكذا، بس هذا كله من جانب الاستعراض الاعلامي يريد يبين الناس انه هو شخصيه تختلف عن السبق. يعني مثل ما هسه اتصل اخي ابو محمد، اتصل احد المواطنين قال لك انا ابني صار له 11 سنه من اعتقلوه من وقت من انعقدت قمه بغداد، جامعه الدول العربيه في بغداد، هذه القمه السوداء على العراقيين، اعتقلوا مئات الشباب واللي غايه الان بهم مصيرهم مجهول، وبهم اللي مؤبد وبهم اللي اعدام، صار له 11 سنه. زين ايش قد انعدم من 2003 ولغايه الان؟ وايش قد اعتقله؟ هل جابت نتيجه؟ ما جابت نتيجه. اليوم انت اذا ما تكون ويا المواطن زين، ها، ويكون هو هم لك مصدر يدليك على هذا اللي يهدد امن البلاد، هذا اللي يريد يفجر، زين انت شو الجماعه دي يدفعون دفاتر ويطلعون ويصرحون ويمرحون، ولد الخايبة قاعدين بالسجون. طبعا احنا يعني ما نريد نقول كل اللي بالسجن ابرياء، لا، ولكن هناك اعداد بحسب ما يصرح به السياسيون البرلمانيون المنظمات الحقوقية، هناك عدد كبير من الابرياء داخل السجون بسبب وشاية المخبر السري، بسبب الاعتقالات العشوائية. ما جابت نتيجة، يعني هذا العنف وهذه الطائفية وهذه الاعتقالات العشوائية ما انعكست على أمن المواطن ولا أمن البلد. نعم أستاذ عمر، هي بالنسبة للقوات الحشد يعني هي انتهت مهمتها. نعم. هم قالوا حررنا هذه المناطق وقضينا على داعش، يعني شو سوي أنت مخلي لك قطاعات هي تؤتمر بأوامر خامنئي ومخليها بمحافظات بداخل المدن بصلاح الدين؟ يعني انت هذا مثل اللي مخلي له اجلكم الله نفايات وتجذب الذباب لها والحشرات لا اكثر ولا اقل، وتتحينون فرص. انت اخذ جارب الحدود واحميها، ليش انت داخل المدن وصاير محط استفزاز للمواطنين هناك وتستفزهم بشعاراتك الطائفيه واجنداتك الايرانيه المدفوعه من ايران ومن الاحزاب؟ المفترض انه الكاظمي يسحب هذه القوات ويستبدلها بقوات من الجيش العراقي او من الشرطه المحليه اللي موجوده هي بنفس المحافظه. يعني النواب المحافظات الغربيه ليش ما يتحركون؟ ليش ما يسوون حل لهذه الناس؟ يعني قبل شويه اتصلت هاي البنيه هماته من الموصل، ام محمد وزوجها، يعني هماته حاكمين بالاعدام وموجهه هم 4 إرهاب بتشابه الأسماء عليه أساس يعني.
نعم يعني وين اكو حكي عن حكي وين صاير؟ زين انت القاضي، انت من اهل الموصل يعني، انت من ابناء ذيك المناطق يعني، وتعرف ابناء مناطقك يعني، ما معقوله يعني، ما اخذتك شويه الرحمه ما قلت ذولا هذا عنده زوجه تصير ارمله يعني، اطفال راح تيتمون توجهون بهالتهم لهذه الشباب، وكل من يعني تشكون بيوت تقولون هذا اللي منتمي لداعش. نعم يعني ما معقول الداعش. لا مرة على كم سيطر صار الموصل رجعوها 4 سنين هسه يلا تفطنوا. نعم. اذا هو عنده شيء، اذا هو عنده شيء اكيد هسه ورا 4 سنين زين يعني اللي عنده شيء يطلع يعني داعشي يعني يعني ايه؟ داعشي داعشي اذا هو يعرف نفسه والناس تعرفه ما يضل يعني، لو يطلع يا اما يروح لهذه المناطق اللي هي بعيده ومحصنه مثل تلال حمرين وغيرها ويبقى لمعارضته، يا اما يشوف له دوله ثانيه ويطلع ما نعم. يبقى هنا ويظل تحت الانظار وينمسك. يعني اشكرك محمد السماوة كان معنا. معنا اتصال ابو صدام من تكريت، تفضل ابو صدام. ابو صدام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. شكرك استاذ عمر، شكرا. اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. طبعا انا اشكركم على هذا على هذه القناه، واشكر هذا البرنامج الله اللي يسلمك اتاحت لنا به حتى نحكي يعني اكو شغلات يعني كل الميليشيات اللي تسويها بس مو مثل الميليشيات اللي ما تتطرقون عفوا. انا سابق طلعت من ميليشيات الكرديه، ميليشيات الكرديه اللي يقودها رئيس الجمهوريه حامد بستور خليل اسماعيل. نعم. ميليشيات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالتيمانيه. نعم. اختطفت ما يقارب 2500 شاب من محافظات السنيه، محافظه صلاح الدين ومحافظه كركوك ومحافظه دياله والموصل والانطار. هذا السجن مليء 2500 سجين، انا كنت هناك بهذا السجن 2500 سجين بس اليمانية بيهم 50 واحد سعد عمر، بيهم 50 كلهم صحيح دواعش، اما البقيه ما عندهم كل شيء، ابرياء ويمارس عليهم انواع التعذيب، وهم مسجونين بسجن سري باليمانية، سجن سري من كل المحافظات اللي من صار النزوح الى كركوك اخذوهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وقفوهم باليمانية، موجود سجن باليمانية سري. يا ناس انا مستعد احكي كل التفاصيل اللي اعرفها بهذا السجن، وانا طلعت من هذا السجن $50,000 خمس شدات. انا طلعت من احد الاحزاب الكرديه اللي توسطت عند هذا السجن، عند الامر وطلعوني. هذا السجن مخفي ما حد يندله، بالاف الشباب ما حد حتى ما اقدر ادي رساله، سجن سري ما تشوف حتى الشمس فيه. نعم. فهذا السجن يا هذا السجن يحكي عليه برهم صالح ما يقول لنفسه هو حامد بستور اللي مغيب الاف الابرياء فيه، الاف الابرياء يحطون به من 2014 الى اليومنا هذا. نعم. ناس ما يعرفون اهاليتهم، ما يعرفونهم طيبين لو ميتين، ما يخلونهم لا يتصلون، والتعذيب يمارس بهم، واللي يموت يدفنونه داخل اليمانيه، ما حد يعرف عنه كل شيء. كنت اتابع احد الصفحات اليوم ناشر كوهين هذا اليهودي قداد بالساحه اللي هم مغيبين من اهل وخدرتهم ودزتهم وفجرهم عن بعد بساحه الباب الشرجي. هذا كل اللي قاعد يصير من وراء الميليشيا. ابو صدام سؤال، ايش قد تم اعتقالك على الفتره؟ ايش قد ظليت؟ انا بقيت سنتين بي هذا السجن، ما نشوف ابد احد غير الميليشيات الكرديه اللي هم تابعين للاتحاد الوطني الكردستاني، جماعه جلال الطلباني، جماعه برهم صالح. نعم. هم ذول اللي هم علينا وما حد يشوفنا، لا نشوف صليب احمر، لا تعبنا موجوده، ما حد يدري بينا، خلاص اهاليتنا ما يدرون بينا كل شيء. زين وين اعتقلوكم ابو صدام؟ وين اعتقلوكم؟ معسكر السلام. لا غيرها ما نعرف كل شيء، ما حد يطب علينا. لا لا أقصد يعني انتوا وين كنتوا بيا منطقة وجدت هاي الميليشيا واعتقلتكم؟ اخذونا من مكتب خالد، من جداعش، رحنا الكركوك اخذونا من مكتب خالد. ها شكو هناك، شكو واحد طب مكتب خالد في ذاك الوقت اخذوه.
استاذ عمر الاف الابرياء موجودين. نعم. يعني موجودين 2500 احنا كانوا موجودين يمنا بسجون وكل انفرادي موجود 2500 يمكن 2500 بيهم 50 واحد صحيح هم عندهم داعش. اما الباقيه ما عندهم كل شيء، ناس ابرياء يجبرون على الاعتراف ما هم يريدون. يعني التصرف كله شلون من الشياط الايراني نفس الشيء، نفس اخفاق اسري وما حد يدري بيك نهائيا، انت ما حد يشوفك ولا حد يمرك. اللي يدفع باهلك ما ادري تقول اهلك. اللي يدفع يطلع. اللي يدفع يدفع 5000 دولار ويهددونك اذا تطلع وتقول اني شريت او اني من اخذني، يعني يجوا ياخذونك بس. نعم. وموجودين انا عندي كل الصور الضباط اللي كانوا موجودين طلعتهم، وعنده مستعد اي لجنه حقوق الانسان انا مستعد اشوف لهم اياه. تمام. ان شاء الله. فالناس خلي هذا، خلي الناس يتوصل صوت اللي يحكي بالدستور وصاير رئيس الجمهوريه. هو رئيس الجمهوريه هو بالميليشيات. ميليشيات الكرديه اللي ما حد قاعد يطابيها افتكت بكركوك بعرب بهل السنه افتكت بكركوك. نعم. ايام النزوح افتكت بيهم هي. الحمد لله على سلامتك والله يفرج عن كل بريء مصيبه. معنا اتصال ابو ذي الفقار من نينوى، تفضل ابو ذي الفقار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك، تفضل. عيني. تحياتي للعاملين في قناه الرافدين. حياك الله، تفضل. اخي العزيز. نعم. احنا شفنا دول ودول وحكومات بالنسبة للجيش مالهم وهذا لحماية الحدود من الاعتداءات الخارجية، أما بالعراق فناشرين نشر الجيش مال داخل المدن لاعتقال الناس الأبرياء، وأما بالنسبة لرئيس الدولة رئيس الحكومة ما يسمى بحكومة بغداد برهم صالح يعني يصدر أوامر إعدام، يوقع ويوافق على أوامر إعدام رئيس الجمهورية بغير حق. نعم. ولا شيء قانوني، لأنه يمثل، هذا يمثل الحزب، واللي يمثل الحزب ما يصير يوقع على أحكام الإعدام حتى إذا كان رئيس الدولة، لأن هذه الحكومة هي حكومة ميليشيات وأحزاب وكتل سياسية تابعة لإيران وتابعة لأمريكا. نعم. ولا ما يتحرك ولا يجز. أشكرك أبو ذي الفقار وأعتذر منك لأن خلص وقت البرنامج، عندي نص دقيقة راح أقرأ بها كم رسالة على واتساب. أبو زين عابدين البصرة يقول التفجيرات الأخيرة وهجمات داعش مقصودة والغرض منها القضاء على الثورة الشعبية وتحذير المناطق المنكوبة من الاشتراك في الثورة. رسالة يقول هل هذا حشد مقدس أم حشد مفترس؟ أخوكم إبراهيم من السعودية. رسالة طويلة أعتذر عن قراءتها، أعتذر عن باقي الأخوة اللي ما قدرنا نقرأ رسائلهم. رسالة يقول صلى الله أن يفرج عن أخواننا المظلومين في سجون الظلم ويرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.